الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا يتفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض هلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. بكم الأرض فإذا تمور أما بركم ما في السماء أن يرسل عليكم حاصبا ستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتوب ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم
وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم من أهلكني الله ومن معي أو يرحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الله أكبر ولله